من افضل المودات اللي اتلعبت في ارينا بريك اوت لجمع الاسلحه والاعداد. اي حد عنده نقص في الاسلحه صدقني هتندم لو انت ما استغلتش المده. سامع ان في ناس كتيرة مش عاجبها المود او الحدث الجديد. انا قلت لك قبل كده انت مش خسران اي حاجة خالص. الحدث ده يعتبر تعويض الخسارة في ارينا بريك اوت. عندك كام يوم تقدر تعوض فيه اللي راح منك في الايام اللي فاتت كلها اللي انت لعبت في ارينا بريك اوت. الحدث هيخلص يوم 21، فدي فرصة اللي انت تعوض اللي راح منك بقية الفترة دي. هتقول لي لا انا ما بلقاش اسلحة. لا في اسلحة يا شباب، في اسلحة. ده هم عندهم يعني سلاح الام بفور ده لو هم عندهم مخزن اسلحة تحس ان هم كده بيوزعوه على الناس بأمانة والله. في كل جيم بتنزل فيه بتلاقي لازم يطلع معاك سلاح ام بفور، تغير السنايبر ام 24، تغير الام 110، تغير يعني سلاح الام بي 5 تحس اللي هو مرمي في الشارع. يعني انت اسلحة يا جماعة موجودة، الاسلحة موجودة بتقدر اللي انت تجمعها وتخليها عندك. يعني حاجات كتيرة جدا تقدر تعوضك على اللي راح منك في الايام اللي فاتت، ودي فرصة صدقني والله مش هتتعوض. هو شباب اساسا المود سهل ما هو صعب، هو بس محتاج منك شوية تركيز واحترافية شوية، لان طبعا انت بتنزل ما انتش جاهز، انت نازل فاضي مش جاهز خالص. الرصاصة بتعلم فيك، يعني انت ممكن بوت يقتلك وانت تستغرب ازاي هو قتلني. لا انت الرصاصة هتعلم فيك لان انت نازل مش جاهز، فهي محتاج منك شوية تركيز واحترافية شوية. انت كده ولا كده اول لما بتنزل، وده في اي مكان انت بتنزل فيه، لازم يبقى جنب منك صناديق اسلحة معدات اي حاجة تلاقيها جنب منك. فده قبل ما تعمل اي حاجة فانت لازم تجهز نفسك الاول، تجهز نفسك بتدور على اي سلاح، بتدور على اي حاجة تكون معاك تستخدمها، درع، خوذة، اي خوذة. يعني انت ما تقوليش بقى انا لقيت خوذة مستوى واحد ولا اتنين فبلاش اخدها. لا يا عم خدها، ما انت اي حاجة لازم تاخدها. وبعد كده انت بتطور من نفسك جوه الجيم، انت كل ما بتحسن من نفسك كل ما بتلاقي لوت بتشيل حاجة وبتحط حاجة مكانها، فانت بتفضل شغال على الجيم في الجيم بالطريقة دي. فانت بتثبتش على سلاح واحد، انت طول ما كل مرة بتفضل تغير من السلاح اللي موجود معك، كل ما بتلاقي حاجة افضل بتشيل القديم وتحط الجديد. هو المود كده، ده الحدث عبارة عن الطريقة دي. فانت لحد ما ترسى على حاجة كويسة خلاص انت كده خلصت، بتاخد بعضك وبتطلع بره الجيم، فانت كده اعتبر خلصت الجيم. ده النظام، وده النظام المتبع في الجيم. طبعا انا سامع ان في حد بيقول لي الاسلحه موجوده كتيره بس انا مش عارف اعمل بها ايه، يعني سلاح عاديه جدا اعمل بها ايه. لا اعمل بها حاجات كتيره جدا صدقني، هتعمل بها حاجات كتيره جدا. انت بتنزل تلعب سواء كان مزرعه ولا فالي ولا نورث ريدج، بتنزل بالاسلحه اللي انت ملوتها. هي ايه المشكله بدل ما تستخدم سلاح عندك يكون غالي صار مصروف عليك مثلا كتيره ومتعدل عليه بشكل كبير ويكون غالي؟ لا يا عم انزل بسلاح من الاسلحه ديت طالما انت مش عارف تستخدمها، فخدها وانزل بيها العب بيها.
السلاح هتبقى معاك كويس جدا. حط بس انت كل اللي هتعمله عليها هتظبط مثلا اسكوب ولا حاجه، وهتحط لك كام طلقات فيها وخلاص، والدنيا بقت كويسه جدا معاك. يعني ايه المشكله؟ خدها معاك هتستفيد بيها صدقني كتير جدا. انت بتلعب مزرعه وبتنزل، في ناس بتنزل بتموت على طول، في ناس بتنزل تموت على طول، فايه المشكله لما تاخد الاسلحه دي معاك وتخلي السلاح معاك كويس اللي هو متعدل عليه، خليه عندك وانزل العب بدي، ايه المشكله؟ يعني مثلا لو انا قلت لك المساحه عندي كلها اتقفلت على الاخر، لدرجه ان انا بدات اشتري مساحه، اشتريت مساحات. عارف انت لما انت بتجيب صندوق وبتعمل له لازم تجيب له مساحه تحط فيها، فهي هناك عندك في المخزن عندك المساحات يعني قليلين جدا، فانت عشان تزود صندوق تاني لازم تشتري مساحة. فانا بدأت اشتري مساحة عشان اجيب صناديق واحط فيها الاسلحة. ليه؟ هي الاسلحة موجودة كتير، فحرام ان انا اسيبها كده وخلاص. لا، انا طالما نزلت اجيب اي سلاح لوته يبقى معايا، ده استفيد بيه في اي جيم تاني انا عايز العب بيه. غير كده انت بقى مش عارف تجيب مساحة، مش عارف تجيب صناديق، بيع الاسلحة اللي انت بتجيبها، برضو استفيد بالكوينات خاص بالاسلحه. غير اللي انت ممكن يعني تظبط المساحه عندك، انت عارف انت عندك المساحه عندك عباره عن مربعات كلها فوق بعض، فانت السلاح ممكن تلاقي فيه سلاح بياخد عندك مثلا 3 صفوف فوق بعض، لا انت ممكن تشيل منه الاجزاء بتاعته من تحت، يعني تشيل خزنه السلاح هتلاقي الكلام ده، هتلاقي بدل ما كان بياخد 3 صفوف ياخد صف واحد، فهتلاقي يوفر معاك في المساحه كويسه جدا. يعني من الاخر كده صاحبي مالكش حجه، هتلعب المده يعني هتلعب المده عافيه، انا بقى اجيبها لك عافيه، هتلعب يعني هتلعب، مالكش اي حجة خالص، انا جبتها لك من جميع الزوايا والاتجاهات، يعني مفيش اي مفر ان انت تلعب المود ده. استغله، هو مصلحتك على فكرة، هو مش مصلحتك انا، هو مصلحتك انت بس، انت طالما بتلعب في ارينا بريك اوت فاستفيد بيه، مش هتخسر اي حاجة خالص والله. في ناس بقى كتيرة اول لما بتوصل لنقطة الخروج بتروح بقى عند الاشارة اللي هي الحمراء اللي موجودة بتاعت الخروج، ويكون فاضل مثلا دقيقة ولا حاجة، تتلاقيها تقوم واقفة في نص الاشارة الحمراء وواقفة كده بطولها، تفضل تبص حواليها، يقوم واحد هاجم عليه قتله ويرجع يقول لك ده انا خلاص، ده انا كنت خلاص هطلع وقرب وكان معايا اسلحة كويسة وراحت مني. وحد قال لك اساسا اللي انت تقف الوقفة دي؟ لا، شوف لك اي ساتر اي حاجز، لو في مثلا هنا في نقطة الخروج دي كان في خيمة انا نزلت فيها تحت والإشارة قدام مني، هي حتى لما يجي الوقت أطلع في الميعاد اللي فيها الوقت وأخد بالي برضو. لو أنت مثلا في أرض زراعية حواليك انزل كمبر، اقعد نام على بطنك في الأرض كده كمبر في حتة جنب نقطة الخروج، أول ما يجي الميعاد اطلع على طول في الميعاد، ما تفضلش واقف كده، لأن كل أساسا بيبص على الخريطة على نقطة الخروج ديت، لأن هو ما عادش دي آخر نقطة خروج، فتلاقي اللي موجود كله رايح اتجاه بتاعها، ودي يعتبر أصعب نقطة خروج في المدة، فانت لازم تركز فيها كويس جدا، ما توقفش بطولك كده، الناس تطلع عليك يقتلوك وياخدوا اللي معاك كله، فحرام عليك. وفي النهاية انتظر تعليقاتكم بخصوص الحدث الجديد، ان شاء الله اشوفك فيديوهات تانية كتيرة جدا. عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة، اشوفكم على خير وسلام.